The magnetic flux density على أي سرعة بلف؟ The magnetic flux density. Asynchronous speed. The rotor على أي سرعة بلف؟ Unrated speed. إذا هذول في فرق بينهم. السليب اللي هو الانزلاق اللي هو الفرق بالسرعة ما بين الماجنتيك يعني الماجنتيك فلكس دنسيتي راح يكون أسرع من الروتر اللي هون راح يلف بسرعة أعلى منه فهذا بيساوي ns minus nr على ns هذا اسمه السليب أو الانزلاق ونعبر عنه بنسبة مئوية فلو كان عندي مثلا اكزامبل هون كان عندي nr بيساوي 1450 rpm مثلا ns بيساوي 1500 rpm يكون عندنا السليب بيساوي 1500 ناقص 1450 على 1500 اللي هي بتصير 50 على 1500 قديش اطلع 50 على 1500 اظن بتطلع 3/10% شوف تاكد من الرقم هذا اللي هو الريتد سليب اذا هذا المحرك لما بيعطيني الريتد تورك على اي سرعه حيكون يمشي على 1450 rpm لو مشي على سرعة 1470 rpm بعطيني تورك أقل لو مشي على 1490 rpm بعطيني تورك أقل ولو مشي على سرعة 1500 rpm إيش التورك اللي بعطيني إياه؟ زيرو وممكن يمشي لفترة قصيرة هون بهاي المنطقة هاي المنطقة بنسميها منطقة overload ممكن أعمل له overload لفترات قصيرة إذا هون it is possible أو it is allowed to overload the motor for very short periods of time. بس بأي حال من الأحوال بصيرش التورك يتجاوز هذا التورك، إيش راح يصير في المحرك إذا تجاوز التورك عليه هذا التورك؟ راح يوقف، it will stall، شو يعني stall؟ راح يوقف يبطل اللوف. إذا it is allowed to overload the motor for very short periods of time. إذا ممكن مسموح إنه نعمل overloading لفترات قصيرة جدا لهذا المحرك بالمنطقة هاي، بس لازم لفترات طويلة في continuous لازم نشغله على الريتد كونديشنز اللي موجودة. هلا بنلاحظ شيء، شو المنطقة هذه هون؟ إيش صار بالسرعة؟ السرعة شو صار عندنا بالسرعة هون؟ قديش السرعة هون؟ أكبر من NS ولا أقل من NS؟ أكبر من synchronous speed ولا أقل من synchronous speed؟ أكبر. إذا لما تكون السرعة اللي بتحرك عليها المحرك أكبر من NS بتحول لجنريتر. إذا if the speed is smaller than NS هذا بيكون بيشتغل it acts as a motor. وإذا كان if the speed نحطها N إذا بدكم هون N is equal to ns اذا كانت السرعه اللي ماشي عليها بتساوي ns هل بكون محرك ولا جنريتر عند النقطه هاي جنريتر هون عند النقطه هاي ولا ايش اذا ما هو محرك اذا neither a motor nor generator واذا كانت السرعه if the speed إذا السرعة صارت أكبر من NS دخل أي منطقة صار جنريتر إذا NS إذا it acts as a generator إذا هدول ثلاث ريجنز مهمة هاي المنطقة جنريتر هاي المنطقة هون لا هي موتور ولا هي جنريتر وهاي المنطقة هون عمال بيشتغل كـ